ازاي بيرسم كل مره؟ في حاجه دي يعني، في حاجه في الجينات، في حاجه سبحان الله لما بتلبس الفالينه دي بتتلبس ولا بيحصل ايه؟ انا مش عارف. فسبحان الله الاهلي هو حاليا فريق وليس اسم او اسمين. نعم طبعا انا حسين الشحات من النجوم المفضلين الذي احبه من اللعيبه المؤثرين. نعم لما اروح على رامي ربيعه في الفتره الاخيره، ياسر ابراهيم تتكلم على معلول في فتره، طبعا الاسماء موجوده والاسماء الكبيره موجوده، لكن انا اقول لك لما مثلا تقول هعمل ترانسفير، انا ما عنديش محمد صلاح، انا ما عنديش خليني اقول رونالدو، بس انا عندي فريق وقيمه. هذه القيمه هي الدرس الاكبر المستفاد. كيف يكون لديك قيمه كقيمه النادي الاهلي؟ اليوم لو تسمح لي استطرد في هذه النقطه. تفضل تفضل. لما تشوف الاوضاع مثلا الاقتصاديه العالميه، لما تشوف مساله الدعم للانديه، يعني في السعوديه اليوم انت تعرف ان في دعم دوله وفي مئات الملايين من اليوروهات وفي ضمانات، وفي الاهلي مين اللي بيدعمه؟ الاهلي. هو واقف ازاي؟ هو بيشتغل ازاي؟ هنا مربط الفرس. هنا لو تعرف السر اللي في النادي الاهلي هتبقى كبير زي الله. بس ازاي تعرفه؟ دي مهمه مستحيله، مهمه مستحيله. احنا بنتكلم على 70 80 سنه. الاهلي ثابت. كيف ثابت؟ طيب ما النجوم راح، راح الخطيب وراح طاهر ابو زيد وراح شوبير وراح وراح كلهم. طيب ازاي الاجيال بتتواصل؟ ازاي الذهب بيتواصل؟ هي هنا كلمه السر اللي الكل بيشوفها بس ما يعرفش يطبقها. انا الحقيقه المفروض انهي معاك المكالمه على الكلام الذهب اللي انت بتقوله ده، لكن ما ينفعش ابقى اكون بحاورك وانت معايا ومنورني وما اسالكش عن مباراه الاهلي والعين. لازم اسالك. لا احنا هنكسبكم بالراحه. بعد كل ده. بعد كل ده وبعد الشعر ده كله وبعد الحلاوه دي كلها، يا نهار. مقبوله منك عامه. نعم الاهلي، الاهلي يا كابتن حاجه متفرده، لا نفاق ولا مجامله في ذلك، تجلى بطولات انجازات تكشف. الاهلي يخسر بطوله تبقى مصيبه، الاهلي يفوز ببطوله عادي جدا. يعني هذه المعادله موجودة حكرا على النادي الاهلي، اوكي؟ هذه ناحية، الناحية الثانية انك تلعب امام الاهلي وامام جماهيره وانت لاعب وتعرف ان هذا دافع كبير جدا. انت مصر كلها حتعرفك. انا اتكلم على لاعب اماراتي او لاعب اجنبي. الملايين حتتابعك. اي انجاز، اي هدف، اي 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 لقطة حتتدون في التاريخ. صحيح. فهذه لازم يكون دافعها كبير. بعدين شوف الحين ما راح انمق الكلام ولا راح، لكن انت مداخله معك امس او يوم امس لما اعتقد ناب رئيس النادي الاهلي لما قال لك هم طلبوا 1000 مقعد واحنا اديناهم 2200. المهندس خالد مرتجي النهارده اهو في الاجتماع 2200 و300 في اي بي وكل حاجه من اولها لاخرها يعني، وقال لك كل ما هو مطلوب بزياده هيكون موجود لاخواتنا الاشقاء من نادي العين الاماراتي. انت عارف انا قلت يا كابتن شوبير بعد ما صعد العين وانا اعلق العين اوكلاند. قلت عمرنا ما نكون ضيوف في مصر، احنا اصحاب المكان. طبعا طبعا انتوا في بيتكم. احنا اصحاب المكان. والله في بيتكم. وثق ثقه تامه ان اي اماراتي هو جاي في بلاده. ولما كانت مصر تلعب مع الجزائر لما نشدوا المدرجات بلادي بلادي قلت هذا نشيد كل العرب، كل العرب حينما يسمعون بلادي بلادي الانتماء موجودة لمصر، عظمتها، تاريخها، مساندتها، يعني كل ما فيها من اول الخلق الى حتى قيام الساعة. كريسبو مكمل ولا حيمشي؟ والله هو حيكمل لحد ماتشكم. طيب ان شاء الله يمشي بعد ماتشين. نتشرف وان شاء الله نشوفك في استاد القاهره الدولي، هذا حلو. حبيبي يا عامر بشكرك شكرا جزيلا.